بخصوص ألمانيا، قلت بلادنا الحكومة تلقت بكثير من الارتياح هذه الإشارات الإيجابية التي حملتها، يعني في الأسبوع الماضي التصريح الإيجابي المهم أو الإعلان الإيجابي اللي عملته الحكومة الألمانية. البارح تنشوفوا يعني رسالة من طرف رئيس الدولة صاحب الجلالة السادس، كيف ما قلت بأن الحكومة تتلقى هذه الإشارات بكثير من الارتياح. وقلت كما قلت في الأسبوع الماضي بأن هناك خطوات نحو نمشيو في نفس الاتجاه، لا اللي حملوا الإعلان السابق ولا الرسالة ديال أمس، وهو بناء علاقات قوية جدا ما بين المغرب وألمانيا. شكرا لكم.